كراسيمير، يعني انا عايز اسالك عن الاوقات الصعبه في الموسم، يمكن نفس السؤال اللي سالته لعبد اللطيف. الدور الاول كان فيه خساره مفاجاه، والدور الثاني ايضا كان فيه خساره مفاجاه، وتحطينا تحت بريشر او ضغط قبل مباراتين الزمالك. كلمني عن اللحظات الصعبه دي. What to say? It's in sports, you have wins and you have losses. هقول ايه، هو دي الرياضة وده طبيعي جدا فيها. We are a team. I like that this team don't like to lose. انا فريق ما بيحبش يخسر خالص. Hard moment for sure for us, like during the week until the next game to start to win again. دي لحظات صعبة جدا ان انت تبدأ وتخسر ماتش. Was strange, but everybody was pushing himself in practice and like this. كان غريب جدا، لكن كل واحد كان بيضغط على نفسه في التمرين. This is the sport. Like if you want to be the best, you need to give maximum on practice. وكل واحد فينا كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدي اقصى ما عنده. بيتفاجئوا بالنقطه دي في الاهلي. اللي هو هم بيلعبوا دوري في اي مكان في العالم، عادي فرقه ممكن تكسب ماتش، ممكن تخسر، عايز تكسب بطوله بس يعني وارد. هما بيلاقوا ان الفرقه بتتحول اول ما بتخسر، الموضوع يعني كبير. كبير قوي. هم حاسين يعني مش كده، لا هم حاسين هنا ان الدنيا كبيره قوي، ان انت تخسر دي مش بس هو ده النادي الاهلي بالظبط. يعني فهم متفاجئين ان الموضوع هنا ما بيتخدش، ان انا ممكن عادي اخسر بطوله. الموضوع مش عندنا مش كده، واخد الموسم وخسران 4-5-6 ماتشات، ممكن خسر بطوله وكسب بطوله. هو لا، الموضوع هنا مختلف تماما. بطوله بس، مركز اول، مركز ثاني ما بعد، مفيش حاجه اسمها خساره. الخساره يعني الموضوع ما بيعديش بالساهل. فهم بيتفاجئوا شويه بالحته دي لحد ما بيتعودوا عليها.